ألو، الو، اتفضل. السلام عليكم. وعليك السلام. حضرتك شيعي؟ السلام عليكم. اتفضل. نعم، طيب حضرتك اتفضل، جاوب على السؤال. تسمعني شيخ؟ اتفضل، اسمعك. اتفضل. السؤال أنا أجاوبك باختصار. لا، ما موجودة بالقرآن أصلا ولاية الإمام علي. مش موجودة بالقرآن أصلا؟ إذا ضحكتم على الناس بآية الولاية، وضحكتم بآية اللي هي نعم، يا أيها النبي بلغ، وضحكتم على الناس ويوم ندعو كل أناس بإمامهم. والله صدقت، كل ضحك على الذقن كانت. أنت سني ولا شيعي؟ والله العظيم شيء، والله العظيم شيعي. شيعي بس صرفي. دنك يقسم بالله. لا لا لا، بس شو اسمه، بدنا نكشف الحقائق شوي شوي، والعار جاي تتوعى شوي شوي بسبب اللي دا نشوفه واللي دا نسمعه من حضرتك ومن غيرك. طيب، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. ربنا يكرمك ويثبتك يا رب، ونسأل الله عز وجل إكمال لك والله لديك. العظيم مو بس أنا، الكثير عندنا جاي يعرفون الحقيقة وجاي يستعدلون، بس يخافون يظهروها ويقولوها. يعني احنا عندنا يعني يقتل اللي يصير سنة. بص يا جماعة، ده بخير. فلذلك والله كثير العظيم كثير كثير. أنا هقول كلمتين. والله العظيم لو أنت نعم، خايف على نفسك، مش أنت يعني أي شيعي عايز يعلن الهداية ايه وخايف على نفسه ان هو يعلنها على الملأ، انا ما عندي اي مشكلة ان هو يكون ما بين وبين ربه. يعني هي المسألة مش عدد، والله يعني العد انا مش يا بكلمك شيخ انت، انت انا ما بكلم لكل الشيعة نعم اللي نعم نعم موجودين اللي عايز يعلن لا هو هدايته. راح مش احكلمك على شرط، ناس اعرفهم. مش شرط يا جماعة ان انت تطلع تعلن الهداية عند وليد اسماعيل، بينك وبين ربك. الله احنا ما يبارك فيك، يهمنا ان انت تقعد بارك الله تعلنها فيك. واحنا ناخد الفيديو ونقول اتفضلوا يا ناس الشيعة بيهتدوا. لا والله، ما ده همنا. عايز تبقى انت ما بينك وما بين ربك وما تتصلش بيا ولا تعلن هدايتك، ما عندناش اي مشكلة. المهم في الاخر ان انت تصل للحق والحقيقة. نعم شيخ اتفضل. استاذ وليد، والله انا ناس اعرفهم كثير تحولوا وصاروا سنه ودخلوا الدين الصحيح، بس يخافون يعلنونها لان بها مشاكل كثيره هوايه، الله المستعان. وهواي كلش بعيره راح تصير. الحمد لله، زين، الحمد لله، نعم والحمد الفضل لله، من الله، الحمد الحمد لله. لله. الله ينصرك، والله يفتح اللهم لك امين، بعد وبعد ان شاء الله، اللهم امين يا رب، اللهم امين، اللهم امين. ويديمك ذخر يعني انت للمسلمين. يعني انت اهتديت ولا لسه جزاك ما الله الخير. اهتديت؟ انت اهتديت يعني ولا لسه ما اهتديت؟ لا والله 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 يا شيخ اهتديت، بس الحمد انا ما لله. يعني نخاف نحكيها، الله نخاف المستعان، نحكيها احنا. الله المستعان، الله المستعان. ان اي شاء الله والله خير. نخاف، وياي هواي اصلا كنا سبحان نخاف، الله، سبحان الله. طيب خاصة نسمع كلمة. اللي قاعد بمنطقة شيعية، نعم. اللي ساكن في منطقة شيعية عندنا بالعراق، إذا يقول هذا الشيء يعني فد شيء كلش كبير، ما عدا انه اقاربه يتبرون منه، عشيرته تتبرى منه. نعم. فانضم هذا ونخليه على رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، نعمة فضل من الله. الف الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، لله الحمد والمنه. الحمد جزاك لله. الله الف خير شيخ، في امان الله. في أمان الله. الحمد لله، شكرا. اللهم الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا،
لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله